طب في خبر بالمناسبة لطيف، بما انك كنت لسه بتكلم على مسألة إعادة هيكلة منظومة التعليم الأكاديمي والجامعي في مصر، وده بالمناسبة شيء مهم قوي 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 قوي، وكلنا كنا مستنيين حاجات زي كده، زي ما احنا كنا مستنيين يبقى في عندنا جامعات أكتر، زي ما كنا مستنيين ان احنا يبقى عدد الجامعات المصنفة عندنا في المؤشرات الدولية زي تايمز وكيو اس تزيد، بعد ما كنا 3 جامعات بقينا 26 جامعة مصنفة دوليا إلى آخره. على سبيل المثال وإحنا بنتكلم على نفس السياق، وإحنا بنتكلم على مسألة الأكاديمية لو صح التعبير، روسيا تمنح الدكتور أنور إبراهيم ميدالية دوستويفسكي كأول عربي يتوج بها. الدكتور أنور إبراهيم وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق معنا على التليفون. أهلا 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 بيك يا دكتور أنور. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة يا دكتور؟ كله تمام؟ مبروك وحضرتك بالصحة والسلامة، ومبروك على جائزة دوستويفسكي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. دكتور أنور، يعني منحتنا شرف إنه حضرتك تبقى أول عربي، منحتنا شرف كمصريين إنك تكون أول عربي يحصل على هذه الجائزة الهامة والكبيرة وهي ميدالية دوستويفسكي. أسباب منح هذه الميدالية وهذا التكريم إيه يا دكتور؟ طيب في البداية أحب يعني أشكركم على هذا الاهتمام والمتابعة حتى يتمكن المستمعين من معرفة الجهود اللي بتبذل من المصريين المثقفين في مجالات عالمية. دوستويفسكي كاتب عالمي والعالم كله بيحتفل في هذا العام بمرور 200 سنة على ميلاده. وفي هذا الصدد وزارة الثقافة الروسية بالتعاون مع صندوق دوستويفسكي أو مؤسسة دوستويفسكي المعنية بكل ما يكتب عن هذا الكاتب في جميع أنحاء العالم قررت أنها تمنحني هذا الشرف لجهودي في ترجمة أعمال لم تكن معروفة من قبل لهذا الكاتب، علاوة على أني من الأوائل الذين كتبوا رسالة الدكتوراه بتاعتهم في جامعة موسكو على إبداع هذا الكاتب الكبير. وبالتالي يعني ما أسعدني هو معرفتهم بهذه الجهود المبذولة في الخارج، لأن هذه الكتب أنا نشرتها باللغة العربية في مصر وهم أدركوا بوجودها ووضعوا هذه الكتب في متحفي دوستويفسكي في موسكو وسان بطرسبرغ. ده كلام عظيم جدا. طب دكتور أنور، معروف أنه العلاقات الثقافية تحديدا ما بين القاهرة وموسكو علاقات طويلة وعلاقات شديدة القوة. هل أقدر أقول أنه إحنا عندنا استمرارية في هذه العلاقات، مش بس متوجة بهذه الميدالية الممنوحة لشخصكم الكريم، لكن استثمارية هذه العلاقة استمراريتها واستثمار هذا الرابط الثقافي ما بين مصر وما بين روسيا نقدر نستثمره ازاي يا فندم؟ بكل تأكيد لو رجعنا للعلاقات الثقافية بين مصر وروسيا هنلاقيها قديمة من أيام القياصرة، لأن روسيا اعتنقت المسيحية سنة 1989 يعني القرن العاشر الميلادي. وبعد مرور فترة من الزمن تزيد عن حوالي قرنين كان استقر الأمر بالديانة المسيحية في روسيا، وبدأ الروس في التفكير في الذهاب إلى الأراضي المقدسة. ومن ثم لما هم نزلوا إلى فلسطين كان الهدف التالي بعد كده هو زيارة دير سانت كاترين الشهير في سيناء، ومن سيناء عرجوا على النزول إلى الوادي وشاهدوا الآثار المصرية المبهرة وتحدثوا عنها لأهاليهم عندما عادوا. كل ده قبل ما تكون في علاقات دبلوماسية بين البلدين، بمعنى ان العلاقات الإنسانية كانت أسبق. ومن هذه النقطة انطلقت
الزيارات أكثر حتى للمتخصصين في التاريخ وفي الآثار، وبدأوا في كتابة أبحاثهم، بل وكثير جدا من المثقفين الروس والشعراء الكبار زاروا مصر وكتبوا عنها قصائد، حتى ان شاعر زي جوميليوف ليه أكثر من 200 قصيدة عن مصر، منها قصيدة اسمها مصر وقصيدة أخرى اسمها الأزبكية، لأنه شاهد حدائق الأزبكية لما كانت في عز مجدها وشاف القاهرة وأثرها، واستمرت الزيارات، بل وشارك كثير جدا من الروس اللي جم إلى مصر في أنشطة هامة جدا ثقافية وعلمية، وكتبوا دراسات كبيرة عنها، بل بعضهم زي مثلا جالينيشيف كان هو مؤسس قسم المصريات في جامعة القاهرة، ده من الأمور المدهشة يعني عملهم بالجامعة. وأيضا هناك كتابات كتيرة جدا استمرت عن مصر لحد اليوم اللي احنا بنتحدث فيه دلوقتي، كثير من الكتب تصدر عن علاقة مصر بروسيا من الجانب الثقافي. طبعاً. أنا عندما توليت رئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية كان في ذهني تنشيط العلاقات الثقافية، وبدأت بإعادة دعوة روسيا لتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد انقطاع سنوات طويلة. وطبعا جه الجناح الروسي كان مشهور جدا بالكتب زهيدة الثمن وغالية من القيمة من الناحية العلمية، وبيعهم للوحات والاسطوانات الموسيقى الكلاسيكية، وكلنا نعرف وكل المثقفين يعرفوا أسماء الموسيقيين الروس أمثال تشايكوفسكي ورحمانينوف وبارودين وغيرهم، إلى جانب معرفة المصريين بالكتاب الروس اللي بدأت ترجمتهم إلى العربية من فترة متقدمة جدا. يعني تخيل أن في عام 1914 سلامة موسى قام بترجمة الجريمة والعقاب، ده كان شيء مبكر جدا، وتلا ذلك ترجمة الأعمال الكبرى لتولستوي زي الحرب والسلام والبعث وأنا كارينينا، والمخرجين المصريين قاموا بتمثيل هذه الأعمال في السينما المصرية. صحيح. شفنا نهر الحب وشفنا الإخوة الأعداء، وكل دي أعمال متاخدة عن الأدب الروسي. إلى جانب ذلك كان اهتمام مصر بروسيا من زمان، من فترة يكاترينا الثانية ابنة مؤسس بطرس برج أو مؤسس الدولة الروسية، هو بطرس الأكبر. هذه الإمبراطورة افتتحت بمساعدة المصري عياد طنطاوي قسم اللغة العربية لأول مرة في روسيا، وده كان في حوالي القرن الـ18. فمن هذا القسم تخرج المستعربين والمستشرقين الروس اللي بدأوا دراستهم وترجمتهم أيضا للأعمال المصرية إلى الروسية. فهي علاقة تاريخية ممتدة إلى يعني تقريبا حوالي 11 قرن دلوقتي من العلاقات الثقافية ما بين البلدين. خلينا أول أشكرك دكتور أنور، كل الشكر دكتور أنور إبراهيم وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق.